مبدئيا كده اي حد عنده سماعه من اللي احنا شايفينهم دول صب من الحاجات اللي زي كده او حتى الحاجات اللي باشكال مختلفه ولكن نفس الموضوع ده، احب اقول لحضرتك انت كده تقدر تقول ان انت عندك قنبله او عندك كارثه موجوده عندك في البيت وانت ما تعرفش، وممكن بسبب غلطه بسيطه زي اللي حصلت وهوريها لكم دلوقتي تتسبب في حريقه كبيره وتخرب الدنيا. خلينا دلوقتي كده الاول نفتح السماعه دي واوري حضراتكم المشكله او الكارثه اللي انا شفتها. زي ما حضرتك شايف كده هي متركب لها واصله يو اس بي خارجيه، تمام؟ اهي متوصله من الخلف بالشكل ده. الطبيعي ان مش هي دي الطريقه اللي المفروض تتوصل بيها السماعه. بص كده يا صديقي معايا هنا في المصيبه دي، حد ملاحظ؟ دي انفجرت، انفجرت بمعنى الكلمه. حد شايف معايا؟ طيب نبص مع بعض كده، المفروض هي دي البطاريه بتاعتها، شايف حصل فيها ايه؟ اتدمرت، ولولا ربنا ستر كانت ممكن السماعه دي تعمل حريقه في البيت وتدمر الدنيا، وزي ما قلت لحضرتك كل ده بسبب غلطه بسيطه. انا كنت قاعد في المحل عادي فلقيت زبونه دخلت قالت لي السماعه دي انفجرت على طول بشكل صريح. قلت لها طب وايه اللي حصل؟ قالت لي ان احنا وديناها لحد ركب لنا سلك خارجي بسبب ان السوكت ما بقاش يشحن زي الاول. فطبعا الفني كان يعني ممكن يكون مثلا قله خبره او هو ما عندوش فكره، فراح موصل السلك على طول موجب وسالب اهو، راح موصلهم في البطاريه. المفروض ان القطعه دي المفروض كانت هنا في البطاريه لان هو ده الطرف الموجب بتاع البطاريه، وهنا الطرف السالب بتاع البطاريه. فهو عمل ايه؟ راح موصل موجب الشحن مع موجب البطاريه وسالب الشحن مع سالب البطاريه بشكل مباشر. اصبح البطاريه دلوقتي بقت بتاخد 5 فولت وبشكل مستمر، يعني مفيش اي سي ينظم الشحن عند اكتمال الشحن او ان البطاريه تتملي يعمل عمليه فصل او عمليه اوف علشان ما يخرجش جهد تاني للبطاريه لان هي خلاص اتملت، والا هيحصل اللي حصل دلوقتي. طيب دي كانت المفروض توعيه لحضرتك كمستهلك. طب حضرتك كفني مبتدئ او حتى عندك هوايه او حبيت تخاطر وتعمل الحاجه دي بنفسك، اياك تعمل او تغلط نفس الغلطه اللي غلطها الاخ ده. ولكن الحل هنا انك بتبدا تشتغل في البورده نفسها، والحل بيكون حاجه من الاثنين، لا اما تغير السوكت نفسه تركب سوكت غيره ودي الحاجه الاولى، ولكن لو السوكت مش هينفع يركب يعني اتقطع او اتشال من على البورده نفسها ومش هينفع ان هي يركب لها سوكت ومضطر ان انت توصل لها وصله مباشر، يبقى الوصل المباشر ما تروحش للبطاريه، ملناش دعوه بالبطاريه نهائي، البطاريه راكبه على البورده وملناش علاقه بيها نهائي. فكرتنا بقى احنا هنا سوكت الشحن ده، حضرتك بتجيب كده سوكت وتوصله هنا، المفروض بيخرج معاك 5 فولت مباشر. هنا في اي سي زي ما احنا شايفين كده اهو، بيتكون من 5 اطراف. الاي سي ده يا صديقي بينظم الجهد وفي نفس الوقت بيتابع حركه الشحن بحيث ان البطاريه لما بتتملي بيدي امر لعمليه الفصل، حاجه كده شبه دايره الشحن الخارجيه الصغيره اللي تقريبا كنا عملنا عنها فيديو قبل كده. فبالتالي حضرتك هترفع السوكت خلاص طالما مش هينفع يركب، وهتدور على موجب وسالب في الاطراف بتاعه السوكت، يعني هي بتتكون من 5 اطراف، التلات اطراف اللي في النص مالكش دعوه بيهم نهائي دلوقتي، مالناش دعوه بيهم، احنا بنتكلم على الطرف الموجب وطرف السالب. اللي على اليمين بالنسبه لنا كده هنا هو طرف السالب، هتلاقيه مربوط بالارضي بتاع البورده نفسها، ده هتوصل عليه الارضي اللي جاي من وصله الشحن الخارجيه، والطرف الموجب هيكون الطرف اللي على اليسار او الطرف الاخير من الناحيه الثانيه، هتلاقيه دايما متوصل برجل من ارجل الاي سي ده يا صديقي. فبالتالي لما توصل موجب وسالب على السوكت نفسه فانت كده عملت الطريقه الصحيحه واللي ما فيهاش اي ضرر نهائي وهتبقى حليت المشكله. اظن بعد اللي شفناه النهارده تكون الرساله وصلت، ونخلي بالنا وما نستهترش بالحاجات دي يا جماعه، صدقوني هي ممكن تكون حته بطاريه صغيره تمام، ولكن هي عباره عن كارثه مصيبه، لان هي دي بطاريات ليثيوم خطيره، فبالتالي لما بتدي لها شحن بشكل مباشر تفضل تشحن، ما انت حضرتك ممكن تنساها، ما هو فكره ان انا اقول لك ايه سيبها 10 دقائق بالظبط، سيبها مش عارف قد ايه وشيلها عن الشحن، ده موضوع ما يعني مفروغ منه، اكيد هتنسى. فطبعا هنا بيحصل عمليه استمرار في الشحن لغايه ما تحصل الكارثه اللي حصلت في السماعه دي. ونيجي هنا ونسال سؤال مهم، يا ترى حضرتك مريت بنفس التجربه دي وحصل معاك نفس الموضوع ولا لا؟